بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حرفية عرعار فهيمة، عندي في الحرفة الخياطة 23 سنة. تعلمتها أول حاجة عصامية من المرة الأولى من أمي والدتي خياطة. بعدها بشوي بشوي تحصلت على دبلوم في الطرز الإلكتروني. عندي دبلوم في الخياطة والتلبسة التقليدية، خياطة في الألبسة الرفيعة. الحمد لله استاذة خياطة، درت دورات تكوينية في عدة مناطق من ولاية الواد وخارج ولاية الواد. بديت مشواري التعليمي معناها من 2004. كنت استاذة الرسم على القماش، وبعدها بشوي بشوي كونت من نفسي، عدت استاذة خياطة في دار صناعة تقليدية، رئيسة لجنة الترقية في دار صناعة تقليدية، وصاحبة ورشة أم محمد الخياطة والتطريز. والله هي جت الفكرة بدعم من عند أول حاجة من رب سبحانه إنها كفكرة، وبعدها بشوي مرحلة عونوني حليت الورشة من 2018. هي تسمى دراسة الورشة هذه، بصح هي أصلا كانت مفتوحة، يعني مفتوحة رأي من 2004 هي مفتوحة الورشة، بصح البداية الرسمية في ولاية الواد وانتشارها الرسمي هو من 2018. كانت هنا في دار الصناعة التقليدية، كانت عندي عدة مشاركات، شاركت في معرض، درت معرض أصلا في 8 مارس في 2019، في وزتنا معرض آخر في 2021، وهنا مزفي. دعم ما هزيت حتى دعم، الحمد لله يا رب، كان دعمنا منا لارواحنا معناها. المشاركات التعليم تقريب تربصت عندي اكثر من 1000 متربصه في المناطق في مشواري التعليمي كامل، معناها في كل مره كان اكثر من 100 دبلوم يخرج تقريب في المرحله تاع في الدوره التكوينيه، دورات سريعة أو دورات مكثفة أو غير مكثفة. معناه الخياطة ما هيش هواية فقط، هي هواية، هي حرفة، هي كما نقولوا طاقة حب يستثمرها العبد، حب متمسكين به من قبل، معناه كبرنا فيه. والخياطة معناها راهي كتوأم الروح بالنسبة لين. قبل أنا نشوف فيه كان إبداع أكثر، قبل أماتنا هم اللي بدوا المسيرة بالرغم إنها إمكانيات ما كانش، بصح كانوا إبداعهم من الصميم كما نقولوا من القلب، إبداع فعلا إبداع. نحن هذه آلات وتطور الآلات، بصح يبقى الجانب الإبداعي شوي. والله دار صناعة تقليدية فتحت أفاق كبيرة، وكان مسيرة معناها مشت فيها عندها مدة ما شاء الله، معناها اللي خرج تخرجوا أنت، اللي تخرجوا أو اللي قروا، وكاين عند عدة أساتذة سواء في ماهيش غير في الخياطة فقط، خياطة، حلاقة، حلويات، يعني مسيرة ما شاء الله معناها. تعلم أحفظ كما نقولوا، أحفظ وأترك، حتى ولو كنت ما تستعمليهاش درك راح يجي نهار تقدري تستخدميها الحرف. نشكر كل امرأة عصامية، امرأة بنت نفسها بنفسها، ربي يفتحها عليها، معناها إن شاء الله ربي مش متكونة تتكون. هذه حرفة معناها إذا كانت كهواية راح تبقى لي كهواية، إذا كانت كمورد رزق راح تلقاها مورد رزق إن شاء الله يا رب.